أهلا بكم من جديد. بالأمس كان اليوم الوطني للبيئة الفلسطينية، وفي هذا الصباح نتحدث عن واقع البيئة في فلسطين، أهمية هذا اليوم للحفاظ على البيئة. فبالتالي نسلط الضوء على هذا الموضوع مع رئيس سلطة جودة البيئة الأستاذ عدالة الأتيري. سعد صباحك. صباح الخير. أهلا وسهلا فيك معنا اليوم. صباح الخير. كيف أصبحتي؟ صباح الفل. أستاذ عدالة، لو نحكي بالبداية أنه اليوم العالمي للبيئة رح يكون بعد 3 شهور، لماذا تم اختيار يوم البيئة الفلسطيني بالأمس؟ يعني معظم الدول تختار أيامها الوطنية، وإحنا كدولة فلسطين نظرا لما تعاني البيئة طبعا نتيجة هذا الاحتلال الغاشم اللي طال أمده، ارتعينا أنه يكون في لنا يوم وطني، مش عشان نعد أيام، لكن لإيمان قيادتنا السياسية وحكومتنا طبعا في أنه يكون في عنا يوم وطني تنطلق فيه فعاليات من أجل تسليط الضوء على ما تعاني البيئة. فقبل 3 سنين مجلس الوزراء أقر هذا اليوم كيوم وطني للعمل والنهوض في قطاع البيئة في دولة فلسطين المحتلة. جميل. لو نتحدث أيضا أستاذ عدالة يعني عن واقع البيئة بفلسطين، سواء يعني داخليا أو حتى ما يمارس الاحتلال على هذه البيئة. يعني واقع البيئة زي ما حكيت أنه في فلسطين واقع هش، البيئة يعني لما نيجي نعاينها هي في حالة هشة، تعاني من تدهور طبعا نتيجة كثير من الممارسات. في ممارسات طبعا احنا بنقوم فيها كبني بشر زينا زي اي بشر في العالم، لكن في الحالة الفلسطينية الكل بيعرف انه هذا الاحتلال 50 سنة منذ بداية احتلال الارض الفلسطينية هو يعني عمل وبسياسة من اجل اولا سيطرته على اراضينا، على مياهنا، على كل ما قام به، خلينا نقول من بناء للمستوطنات، الجدار، تعرضه للمناطق الطبيعية في فلسطين، تحويلها للمستوطنين كمناطق سياحية دون خلينا نقول الاكتراث بحق الشعب الفلسطيني انه هذه الارض لإله، عليه هو اللي يمارس سيادته على هاي الارض وسيطرته عليها. بالمناسبة يعني تقارير حتى من قبل مؤسسات إسرائيلية مؤخرا على سبيل المثال تبين انه إسرائيل عندها 15 مكب، احنا بنعرف حجم المكبات اللي انشأتها في اراضي الضفة الغربية من اجل معالجة النفايات للمستوطنات، واهمها اللي هي معالجة النفايات على سبيل المثال الخطرة التي يعني تأتي من داخل الاراضي دولة الاحتلال من مصانع خطرة. كل هاي الامور أي أثرت وتؤثر على واقع البيئة. بنفس الوقت كلنا يعني التاريخ كتير قريب، 3 حروب على قطاع غزة استعمل الاحتلال فيها أسلحة غير تقليدية، كلنا شهدنا معاناة القطاع من تدهور سيطرته على مياهنا الإقليمية في قطاع غزة، نهبه لثرواتنا على سبيل المثال، تنقيبه عن النفط في المناطق الحدودية. إذن كل هاي الممارسات هو اللي بيقوم فيها من أجل السيطرة على الموارد، يعني ترك الأراضي الفلسطينية دون أي تمكيننا من إدارة بيئية لها بالشكل الصحيح. طبعا لما بنحكي 62% من الأراضي الفلسطينية هي تقع في مناطق سي، كل يوم كل دقيقة في خبر سيطرته على الأراضي، سيطرته على المياه، على الينابيع. كل هاي الممارسات يعني وضعتنا أمام تحديات جدا صعبة. لما بنحكي عن واقع البيئة، احنا كشعب فلسطيني شعب بسيط، ما في عنا صناعات ثقيلة، شعب زراعي، عدم تمكين الاحتلال من حتى انه نقوم في ما علينا من واجبات، رغم انه كثير من الاوقات لدينا التمويل اللازم والكافي لانشاء المشاريع البنية التحتية على سبيل المثال معالجة النفايات، بناء محطات التنقية اللي يعني تنقية مياه المجاري. كمان هاي صعوبات يعني أوجدها الاحتلال من أجل أنه فعلا أنه يبقى الشعب الفلسطيني مجرد من كل إمكانياته العيش على هاي الأرض. يستهدف الاحتلال الإنسان الفلسطيني، يستهدف الأرض الفلسطينية، يستهدف الموارد.
بالمناسبة السنة إحنا أطلق يعني كان عنواننا وشعارنا هو باستدامة مواردنا نبني دولتنا وعاصمتها القدس الشريف، وهذا من أجل أن نسلط الضوء على ما يقوم بالاحتلال من سيطرته على الموارد. أستاذ عدالة، لو نتحدث تحدثت قبل قليل عن نفايات الإسرائيلية، لو حكينا عن أنه الخبر اللي طلع عن أنه سلطة جودة البيئة في محافظة سلفيتو بالتعاون مع الضابطة الجمركية تم ضبط شاحنة محملة بالنفايات الإسرائيلية، لو نتحدث عن هذا الموضوع. يعني هاي حادثة كل يوم تقريبا في مثل هاي الحوادث، وأنا هون دائما بحب من خلال شاشتكم أحيي إخواننا شبابنا ضباطنا ورئيس جهاز الضابطة الجمركية الذي وضع نفسه كجهاز تنفيذي لدعم والتعاون من أجل حماية البيئة، ففي هناك طبعا تعاون يعني على مستوى عالي، في وعي عالي كمان لدى معظم أفراد وضباط الجهاز من أجل كمان رصد، بالإضافة لعملهم الكبير طبعا والمهمات الملقاة عليهم جدا كبيرة، كمان حملوا أنه يضبطوا أو يكون عينهم مفتحة على كل ما يمارس الاحتلال من خلال بعض الأشخاص اللي بنقدر نقول عنهم بدون إدراك أو ممكن أنه يستغلوهم لوضعهم الاقتصادي بتمرير الأطنان من النفايات اللي في كثير من المرات تكون نفايات خطره من داخل إسرائيل او من داخل المستوطنات. في سلفيت على سبيل المثال، في الخليل الاسبوع الماضي، يعني ثلاث حوادث كانت في الاسبوع الماضي في سلفيت، في الخليل حالتين ضبطها جهاز الضابطه الجمركيه. وهون كمان تحيه لشعبنا وتحيه لابنائنا لشبابنا اللي كمان عانيهم وادراكهم صار جدا بمستوى عالي من اجل انه فعلا اي يعني حادثة خلينا نقول بتم يعني بشكوا فيها ببلغونا، ببلغوا وشو الآليات من أجل ضبط وعدم إلقاء هاي النفايات ودفنها في أراضينا الفلسطينية. وشو الآلية اللي اتبعتوها لما في حال ضبطتوا هاي النفايات طبعا قانوننا، قانون البيئة الفلسطيني هو قانون طبعا حديث قديم خلينا نقول، هناك ضوابط، هناك على سبيل المثال يتم تحويل إذا كان بعد الضبط، بعد التقارير الفنية اللي بيقوموا فيها كوادرنا يتم إحالة معظم الحالات إلى النيابة من أجل متابعتها لدى قضائنا الفلسطيني. وبالمناسبة العقوبة على هذا الموضوع خاصة دفن النفايات أو تمريرها عقوبة متشددة جدا، تصل في كثير من المرات يعني حين شرعت أو شرعها المشرع للأشغال الشاقة والمؤبد لمدى خطورة بالضبط. أن تكون أراضينا الفلسطينية مكب للنفايات الخطرة. وبالمناسبة كمان إحنا دولة فلسطين أصبحنا طرف في اتفاقية بازل اللي تمنع أي طرف أي دولة من تمرير أو تخزين النفايات ودفنها في أراضي دولة بالضبط أخرى. يعني لها آثار كتير وخيمة على البيئة طبعا. وحتى على الناس المحيطين على فيها، على البيئة، على المياه، بالضبط. على التربة، على كل الصحة إشي. صحيح أكيد أستاذ عدالة، يعني بجانب ذلك وبجانب الانتهاكات التي يقوم بها الاحتلال وكذلك يعني النشاطات أو خلينا نحكي مقاومة سلطة جودة المياه والبيئة جلدة جودة البيئة في بمحاربة ما يقوم به الاحتلال، لابد أن نتحدث يعني عن الجانب الإيجابي والجانب يعني المشرق، بما أنه امبارح كان يوم البيئة، ف قديش في عنا إحنا تنوع بيئي بفلسطين؟ قديش تتميز فلسطين بتنوع البيئي الموجود؟ يعني امبارح هو كان اليوم الوطني، لكن الفعاليات هتبقى مستمرة لمدة شهر في كافة المحافظات، نستهدف فيها كافة فئات شعبنا. يعني لا شك أنه ربنا حبى هاي الأرض طبيعة غير عادية، حباها مناخ متنوع، يعني ممكن تروحي على دولة مساحتها مئات الأضعاف مساحة فلسطين لكن فيها مناخ واحد على سبيل المثال. فلسطين فيها خمس مناخات، يعني أنت بتطلع من الخليل لأريحة، بتطلع من أريحة لمناطق تانية، فهاي الأمور اللي فعلا ربنا وهبها لشعبنا الفلسطيني صاحب الأرض الفلسطينية. كمان كل هاي المناخات أعطتنا فعلا تنوع حيوي جميل في فلسطين وغني، وبنفس الوقت في كتير من الأمور بيكون عماله نادر، لكن زي ما بنحكي إنه في ممارسات سلبية خلينا نقول من طرفنا، وهذا اللي مفروض إحنا نوصل
في مجتمعين مشتركين، يعني نتشارك في كل فئات مجتمعنا، صحيح. انه نرفع الوعي لاهميه حمايه الارض الفلسطينيه، صحيح. والتنوع الحيوي في فلسطين، المحميات الطبيعيه وزياره هذه الاماكن، يعني زياره المحميات بالمناسبه، يعني الانشطه في كثير من الانشطه هي اصبحت مستمره طول العام، ليست من سلطه البيئه، صحيح. وانما من كل المؤسسات، يعني شعبنا عاد الى الارض، يعني بعد الانتفاضه الاولى والانتفاضه الثانيه، يعني صار في داخل الانسان الفلسطيني نوع من الرهبه، خلينا نقول انه المناطق سي ما ندخلهاش، محمياتنا ما ندخلهاش، لا هاي ارضنا. فبالتالي انطلق كل شعبنا الفلسطيني يتمتع في هاي المناطق الغنيه في الجمال. وهون انا بناشد كل اهلنا انه راعوا الطبيعه، تمتعوا بالجمال، التنوع الحيوي، نباتاتنا البريه جدا جميله. لما حكينا عن سوسنه فقوعه، يعني هاي منفرده، هاي ما في زيها في اي من المناطق المحيطه فيها. لما حكينا عن عصفورنا، اذا في لدينا يعني غنى. لما تقريرنا الوطني لما تحدثنا عن التنوع الحيوي في فلسطين، يعني مليء بال، قالوا خمسه، يعني الخبراء انه وجدوا انه 5% على هالمساحه الصغيره في أراضي دولة فلسطين من التنوع الحيوي اللي في العالم موجود في أرض فلسطين، صحيح. ما بالك عن المناطق التاريخية، التراثية، الدينية، صح. إذن كل هاي الخليط، خلينا نقول، أو التكوين في فلسطين هو فعلا نادر. وعشان هيك الاحتلال وكثير من الاحتلالات حتى السابقة سيطروا على هذه الأرض، صحيح. سيطروا على الأرض، لكن معظمهم اندحر وترك. إن شاء الله الاحتلال سينتهي في أقرب وقت، طبعا بمقاومتنا له، بحفاظنا على مواردنا الطبيعية، بفعلا أنه نتمسك بالأمل، نتمسك في أنه كل العالم مع الشعب الفلسطيني. بالمناسبة لما حطينا الشعار، الشعار ما أتى من أجل أن يكون شعار، دائما في مغزى من الشعار. المغزى هو فعلا القرارات الأممية، يعني القرارات الجمعية العمومية اللي صدرت لصالح دولة فلسطينية بالمئات، والتي تؤكد على سيادة الشعب الفلسطيني على أرضه وحقيته فيها، وحقه طبعا وبما فيها طبعا القدس الشريف. يعني لما نحكي عن قطاع غزة، عفوا، كمان غزة رغم شوفوا قديش فيها من صعوبة، لكن فيها كمان محمية، محمية وادي غزة هي منطقة جميلة، للأسف حاليا طبعا يعني ينالها كثير من التدهور، لكن ان شاء الله نعمل من اجل اعاده هاي المحميه الى طبيعتها باذن الله. لاحظنا في الاونه الاخيره انه المدارس بدات تستخدم المرايا الشمسيه لتكون بديله عن الكهرباء، لو نتحدث عن هاي الجزئيه واهميتها. يعني لما بنحكي عن استدامه الموارد، طبعا دوله فلسطين تفتقر، يعني مواردها شحيحة في موضوع الطاقة، لكن إن شاء الله المستقبل أمامنا أنه يكون عندنا البترول، لأنه في هناك، وأيضا عندنا الغاز في بحر غزة. كونه الاحتلال مارس علينا سياسة جدا صعبة في أنه نعتمد كليا على الطاقة من الطرف الإسرائيلي، فالحكومة وضعت الاستراتيجية طبعا من خلال سلطة الطاقة والشركاء، انه احنا في عام 2020 انه نعتمد على الطاقة الشمسية من اجل تقليل ما نعتمد فيه على الطرف الإسرائيلي لحدود 17%، ونأمل ذلك. فبالتالي اتخذت الحكومة قرار بهذا الصدد انه احنا علينا انه نعمل قطاع خاص، وايضا الحكومة من اجل يعني نستغل الطاقة الشمسية، لانه كمان لما بنحكي انه هاي الارض الفلسطينية فعلا، يعني انا بصور الطاقه الشمسيه واستغلالها في فلسطين زي كانه بنزل علينا دولارات من السماء، واحنا بنوفر على خزينه الدوله، فلقفتها الدوله. وبالتالي كان في هناك قرار، وكان في هناك اتفاقيه للسنه هاي انه يكون في عندنا 500 مدرسه عليها طاقه شمسيه. اذا احنا كمان هاي نعتبره مورد، ربنا حبانا شمس طبعاً. وبالتالي في هناك سيكون 500 مدرسة، مؤسساتنا الحكومية كمان، القطاع الخاص والأفراد. يعني أنا بقول رسالة، طلع على السماء، لما بتكون في عندك شمس أو ما في شمس،
بالتالي بينزل عندك دولارات، القطها وركب طاقه شمسيه على بيتك. فعلا يعني هو خلينا نحكي يعني المدارس هي جزء كثير مهم الواحد يبلش منها، خلينا نحكي تخلق توعيه بالضبط وتستمر اكثر اكثر، وحتى هاي الاشياء او هاي الامور اللي بصالح البيئه واستثمار للطاقه انها تتوسع اكثر واكثر كمان. وان شاء الله بيئتنا يعني الكل يكون عنده هذا الحب للبيئه الفلسطينيه اللي هي جزء من المقاومه بالتاكيد، ومن يعني من خلال هذا يعني امس ومش بس امبارح واليوم الوطني، لا يعني كل الايام هي صحيح. ايام للبيئه والحفاظ على هاي الارض هي يعني واجب وطني علينا جميعا بالتاكيد. بنشكرك جدا جدا استاذ عدال أثير رئيس سلطه جوده البيئه، وان شاء الله دائما يكون دوركم يعني بمسانده المواطنين صحيح. والشعب الفلسطيني انه تستمر هذه الطاقه اللي عندكم وتقدم اكثر اكثر لصالح البيئه. شكرا لكم. شكرا لك. ننتقل الآن إلى فاصل قصير ونعود، ابقوا معنا.